كنا لسه بنتكلم عن درجات الحرارة المتقلبة طبعاً والأمطار اللي كانت موجودة في بعض المحافظات. في اسكندرية كان في طقس متقلب وأمطار غزيرة كمان في عدد من المناطق، ده بسبب نوة الشمس الصغيرة، عشان كده تم تعطيل الدراسة النهاردة بقرار رسمي من المحافظة، وتم رفع حالة الطوارئ للتصدي لموجة أمطار وتجهيز طبعاً عربات شفط المياه بالشوارع. خلينا نعرف تفاصيل اكتر من اللواء محمود نافع رئيس شركه الصرف الصحي بالاسكندريه اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحيه لو تطمنا عن الوضع اللي تشهده الاسكندريه حاليا، تقلبات الطقس والامطار. صباح الخير يا استاذ جمانة، صباح الخير يا استاذ محمد، صباح النور يا فندم، صباح الخير على الساده المشاهدين في مصر كلها. يعني اسكندريه الحمد لله بفضل ربنا فيها امطار حاليا، امطار غزيره جدا على احياء شرق اسكندريه بالذات، يعني منتزه ثاني ومنتزه اول وشرق ووسط، بدات تخش كمان على احياء غرب. العربات منتشره بقى لها 3 ايام حاليا، والرجال منتشرين اكثر من 180 عربيه وبدال على مستوى المحافظه بالكامل، اكثر من 200 محطه مستنفرين، كل اجهزه البدايه في المحافظه مستنفره عشان التعامل مع الزنا. ومعالي وزير المحافظه ادى اجازه النهارده المدارس عشان برضه حفظا على ابنائنا وحفظا على الحركة العمومية في الشارع، عشان يمكن نناور بالعربيات من مكان لمكان آخر. طيب سيادة اللواء، احنا مهتمين بالشوارع الرئيسية فقط ولا بكل الشوارع في المدينة؟ بحيث انه أكيد حضرتك عارف انه الشوارع الرئيسية مثلا بيكون عليها زحام، الناس بتتفادى الكورنيش وتبتدي تدخل في الشوارع الجانبية، فاحنا شغالين في كل الشوارع. لا حضرتك، احنا بنتكلم مع حضرتك برضه بمنتهى الواقعيه كده، احنا بناخد الشارع الرئيسي الاول، مفهوم، الحركه العمومية في الشارع الرئيسي عشان عربيات المطافي، عربيات طبعا الاسعاف، اي عربيات طوارئ تقدر تتحرك وتروح للاماكن بتاعتها، ثم بيخش على الشوارع الفرعيه، ثم بيخش على الاماكن الغير مخدومه كمان بعد كده. يعني احنا بالترتيب كده اولوياتنا في التعامل، نتعامل الاول مع الطرق الرئيسيه عشان المحاور الرئيسيه تكون مفتوحه، طريق الكورنيش، طريق ابو قير، محور المحموديه، والطرق الطريق الساحلي والطريق الصحراوي، اللي كل الطرق الرئيسيه اللي داخل الاسكندريه. ثم بنتعامل على الطرق الفرعيه، ثم بعد ذلك بنلجا الى حل اي حاجه بقى موجوده في الدواخل، اللي سواء في مناطق مخدومه او غير مخدومه للصرف الصحي. طيب سياده اللواء، حضرتك يعني حسب تواصلكم مع هيئه الارصاد ونوه الشمس الصغرى، من المفروض ان هي تستمر لمده قد ايه؟ والاستعدادات دي هتستمر لمده قد ايه كمان؟ والله حضرتك هم مبلغينا لعند يوم السبت في توقعات امطار لعند يوم السبت بعد بكره، يعني احنا من يوم الثلاثاء احنا حضرتك مستنفرين كلنا، كل اجهزه البلد مستنفره وناسنا واقفه، بقول لحضرتك في المواقع بتاعتها اللي متوقع تجمع مياه امطار فيها، و24 ساعه يعني ما حدش في مكانه، يعني العربيه في مكانها، الناس في المحطه في مكانهم، القيادات كلها. ده يتضمن كمان اجازات المدارس يا فندم؟ النهارده معالي الوزير اجازه المدارس النهارده عشان تخفيف على ابنائنا ونخفف الحركه العمومية في الشوارع يعني. طيب هل في اي شكاوى جات لكم من اي من المواطنين بيشتكي ان في مثلا تجمع لمياه الامطار؟ دكتور محمد طبعا في شكاوى بتحصل، يعني بقول لحضرتك انه امطار غزيره مثلا، هو الفكره يا فندم اكيد 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 حد هيشتكي اكيد، وانا بنبعت له على طول اتعامل مع البلاغ بتاعه. يعني عندنا 175 في شركه صرف صحي اسكندريه، ودي موجوده في صرف القاهره برضو، الرقم بتاعنا بتاع غرفه العمليات، والمواطن حتى لو كلم المحافظه او كلم النجده كلنا سامعين بعض بالاسير كده، وبنروح نتعامل مع شكوى المواطن ان شاء الله. ودي ميزه ان يكون في غرفه عمليات مشكله من كافه الجهات المعنيه، بحيث انه يتصل باي جهه من هذه الجهات في تواصل ما بينكم، بحيث انه يكون في سرعه تحرك. تمام تمام حضرتك. طيب الرقم كام بقى يا فندم؟ رقم 175 يا استاذ محمد، بتاعنا بتاع الصرف الصحي وعمليات المحافظه، وبقول لحضرتك عمليات النجده، اي حد من دول هيكلمه بنكلم تمام بعض وبنسمع بعض وبنتحرك على طول على باقي المواطن. مرة تانية الرقم الساخن 175، لو أي مواطن في محافظة الإسكندرية واجه أي مشكلة متعلقة بتجمع مياه الأمطار. بشكر حضرتك جزيل الشكر اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.